فبعمل ايه في القرع العسلي؟ جبت الشوكه لان انا عايز تفاصيل القرع العسلي تبان في المهلبيه، وهرسته بالشكل ده كده. ده القرع العسلي اهو. ممكن تعملها بالبطاطا على فكره، البطاطا الحلوه بتاعتنا اهو. شفتي القرع العسلي ده ازاي؟ اهو بالشكل ده كده. وعندي حليب بحطه عليه كده واسيبه يعيش شويه مع بعضه. الخطوه دي مهمه جدا، اشتغلتها في الفصل عشان تعرفوا ان كل دقيقه وكل ثانيه في البرنامج بنستغلها حبا في حضراتكم. نستفيد بيها. واسيبه على النار. هنحط السكر بعد كده والفانيليا والنشا. اسيبه كده وابعد عنه ونكمل مع بعض الطاجن العكاوي. مكعبين زبده في قلب الفريك، نطريه شويه. الفريك بيحب الزبده، يحب السمنه، الحاجات الحلوه دي لان بتخليه طري. مكعبين الزبده دول حلوين، معلش سامحوني. طيب اهو القرع العسلي تاني، هرسته جامد، وبعد ما هرسته حطيت عليه الحليب علشان يدوب مع بعضه شويه، وانا فضلت ان انا اهرسه بالشوكه عشان تفاصيله تبان. يبقى واقف كده دلوقتي على النشا والفانيليا والسكر. الخطوه دي مهمه جدا على فكره، وبالشكل ده يبقى مهلبيه القرع العسلي يا مريم تفاصيلها على الشاشه، كل صغيره وكل التفاصيل انا بشرحها بالتوضيح. والمقادير على الشاشه تقدري تصورها بتليفونك او تكتبيها، وقولي في سرك كده الصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. والتقليب مهم جدا علشان يدوب القرع العسلي مع الحليب، لسه النشا ما جاش وقته والفانيليا ما جاش وقتها والسكر ما جاش. وشاغل ذهني بالمهلبيه، ما في مشكله هتحصل هنا لو اللبن ده شاط منا على النار وفي القرع العسلي ملوش علاج. عشان نتكلم الصراحه كده عشان ما نضحكش على بعض، في حاجه ملهاش علاج، الكيكه لو شاطت في الفرن الريحه بتطلع في الكيكه كلها، واللبن لو فار على النار ريحه الجيران بتشم الريحه بتاعته. عشان نتكلم الصراحه، اللبن هنا انا شاغل راسي بيه طبعا، من وقت للتاني بقلبه على نار هاديه، بس وقت التنفيذ حطيته على نار شديده عشان يبكبك معايا كده. وبالنشا والحليب اللي انا محتفظ بيه هنحطه دلوقتي، وحطيت ذره فانيليا، وحط السكر بتاعنا، ممكن تحسن منه حط عسل زي، بس القرع العسلي برضو مش عايز سكريات كتيره لان هو كده كده حتى اسمه قرع عسلي المسمى. ناخد النشا بتاعنا اللي احنا مقلبينه في شويه حليب، نسقطه كده بالراحه اهو. يلا لحظه الولاده للمهلبيه بالقرع العسلي اهو، ده القوام طلع في ثانيه لان بحط وهو بيغلي. دي حاجه جديده يا شيف والله، يعني انا كده باكل مهلبيه بالقرع العسلي، يعني اليقطين، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا وله فوائد كتيره قوي، والموضوع اصبح سهل جدا. عايز اعرف فايده القرع العسلي بالتليفون بتاعي وكبسه زر، فايده اليقطين او القرع العسلي. احط شويه جوز الهند كده اهو اهو، انا بحب دايما جوز الهند تغلي مع المهلبيه. القوام شايفين. حاضر عيني، حاضر حالا، انا عارف انت عايز ايه يا ابو حميد. حبيبي ايه الجمال والحلاوه دي اهو اهو ده. شفت القوام ده وهو بيغلى على النار؟ لازم تحصلي على القوام ده علشان ما تجمدش منك وتحطها في التلاجة ترجع بعد كده تلاقيها اسمنت، تيجي تاكليها ما تعرفيش. خلي بالك في حاجات مهمه جدا، تحصلي على القوام اللازم في حاله الغليان، معلومه غير معلومه. جوز الهند لما تغلي مع المهلبيه بتاخد القيمه الغذائيه والزيوت الطياره اللي موجوده فيها اللي بتفيد الشعر والبشره اهو. هنغرفها مع بعض بسرعه اهو، وفيها جوز الهند. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ مهلبيه القرع العسلي مخلوطه بجوز الهند. حاضر يا فندم. بيقول لي العكاوي فين؟ جريت رقنا من الصبح من اول ما الحلقه بدات، عايزين نشوف العكاوي حالا. نزينها بقى بشويه قرفه ناعمه اختياري، تزينها بجوز الهند اختياري، تحط عليها صوص فراوله اختياري، تحط عليها صوص شوكولاته اختياري، ولادك بيحبوا ايه انت عارف. انا بديك الفكره وانت وظفيها زي ما انت حابه. انا شخصيا احط عليها شويه جوز الهند. زي الفل. ممكن اعمل حاجه حلوه كمان عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، عندي قرفه ناعمه. فين القرفه؟ مفيش قرفه موجوده اهي اهي اهي، الحمد لله. حلو، بحطها كده يا ويلي، رشه صغيره كده حلوه.